المدخل إلى نظرية التعقد في العلاقات الدولية هو كتاب عن التعقد بوصفه خاصية متأصلة في النظام الدولي وبوصفه مقاربة نظرية للسياسة الدولية، وهو يشتبك مع إشكالية السببية بحيث يدفع بأبحاث العلاقات الدولية بعيداً عن بناء العلاقات السببية الخطية البسيطة الاختزالية، كما يشتبك أيضاً مع إشكالية النظرية الكبرى وينافح عن مزايا إقحام النزعة الانتقائية التحليلية في أبحاث العلاقات الدولية.